breeding, deforestation, il y a des sujets là-bas. Maintenant, exercice A, with your partner, answer the following questions. يعني هتجاوبنا على هاد الأسئلة اللي كاينة. السؤال الأول, what do these pictures have in common? ما هاد الصور اللي كاينة؟ اش هو المسألة المشتركة بيناتهم؟ They are about the destruction of the forest. كلهم حول القضاء على الغابة. Number two, what problem does each picture show? اش مشكلة كتبين كل صورة؟ باش نساعدكم غنديرو مثلا A, هي هذي صورة A, cash crops. يعني الناس كيغابوا الغابة باش يديروا منتوجات فلاحية اللي هي باهظة مرتفعة الثمن. ثم هذه بي بيكتشر بي بيرنين داون اوف تريز, يعني الحرق ديال الغابه, يعني اضرام النار في الغابه ولا الحريق ديال الغابه. ثم سي هي هذه كاتل جريزين, يعني الرعي ديال الماشيه في الغابه. ثم دي هي هذه اوربن اكسبانشن, يعني التوسع ديال المدن. او اي هي هذه لوجن اندستري, يعني صناعه الخشب. Number three, what are the consequences of the situations shown in the pictures? اشنو هو النتيجة ديال هاد الوضعيات اللي باينه في هاد الصور اللي هي القضاء على الغابة. The consequences of the destruction of the forest, يعني النتائج ديال القضاء على الغابة are desertification, التصحر, floods, الفيضانات, لأن هذيك الأشجار كانت كتحبس المياه ديال الأمطار. بلي ما كتبقاش الحشرة كتولي الفيضانات كتجي حتى للمدن. starvation يعني الموت بالجوع, يعني بالنسبة للحيوانات ولا الحشرات اللي غادي كانوا عايشين في الغابة ما غاديبقاش كاين فين غادي يعيشوا, غادي يموتوا بالجوع. ولا بالنسبة للناس اللي عايشين في الغابة, لأن كاين قبائل عايشة في الغابة ما كيبقى عندها باش تاكل حتى هي وكتموت. global warming يعني الانحباس الحراري إلى غير ذلك. هذه بعد مفردات اللي غتساعدكم باش تفهموا هاد التكست اللي النص اللي عندنا. heavy rain disrupted the organization of the horse festival, يعني المطر الغزير ولا الشتاء كثيرة اوقفت تنظيم مهرجان الفرس. human rights are against racism, يعني حقوق الانسان هي ضد العنصرية ولا التمييز العنصري. rubbish and sewage cause the degradation of the environment, يعني النفايات والصرف الصحي تؤدي إلى تدهور البيئة. if we don't protect the environment, many bad things can come up. إلا ما حميناش البيئة, العديد من الأشياء السيئة كيمكن تحدث. human beings and gorillas are primates, يعني الناس البشر والغوريلا قرادة ديال الغوريلا هم تديات. The soil of the desert is unfertile, الأرض ديال الصحراء هي غير خصبة. حنا أمي has rubber shoes, يعني حنا أمي عندها أحذية ديال المطاط كاوتشو. Both drug and computer addiction jeopardize, both drug and computer addiction jeopardizes the life of the young, يعني الإدمان على المخدرات والحاسوب يهدد حياة الشباب. إذن هنا عندنا exercise B, read the following text and choose the appropriate title for each paragraph from the given list. يعني هنا عندنا العناوين ديال الفقرات, غتقراو الفقرات وغتحددوا لنا العنوان ديال كل فقرة. إذن بالنسبة لرقم واحد, causes of deforestation, يعني الأسباب ديال اشتتات الغابة هي الدي. عندنا مثلا من urban expansion, يعني التوسع ديال المدن كيأدي القضاء على الغابة. ثم الرعي الجائر اللي بالفا كاتل غريزين, ولا القطع ديال الغابة من أجل
paradigm filler here, the intention was to produce cash crops, yani intention. No filler here by that a tenor. Number two, the effects of deforestation here, yani نتائج ديال القضاء على الغابه عندنا هي في اي كاين هنا loss of biodiversity يعني القضاء على التنوع البيئي ما كنبقاوش عندنا الحشرات والنباتات والحيوانات والبشر اللي كانت غابه the destruction of forest based societies يعني كنقضيو على ديك القبائل ولا المجتمعات اللي عايشه في الغابه ثم climate disruption يعني التغير المناخي number three, the importance of environment safety. أهمية ديال الحفاظ على البيئة عندنا أي هي علاش؟ لأن ال environment issues affect every life on this planet from the smallest parasite to the human race. علاش الاهتمام بالبيئة ضروري؟ لأن البيئة كتأثر على جميع المخلوقات الموجودة من أصغر بكتيريا من أصغر بكتيريا إلى الحياة البشرية. رقم أربعة why trees matter علاش الأشجار مهمين عندنا في الباراجراف السي علاش الأشجار مهمين لأن trees trap carbon and other particles produced by pollution لأن هذوك الأشجار كتاخذ الكربون ودوك الذرات المنتوجة عن طريق التلوث وكتعطينا الأكسجين trees are what cools and regulates the earth's climate in conjunction with other such valuable services as preventing erosion, landslides, and making the most infertile soil rich with life. يعني بالإضافة أنها كتاخذ الكربون أشهر كتاخذ الكربون كتعطينا الأكسجين أنها كتلطف الجو كتسمى تلطيف ديال الجو نقص الحرارة وكتوقف أن الانجراف ديال التربة وكتساهم في جعل الأراضي غير خصبة خصبة. Number five, why forests are so important? علاش الغابات مهمين؟ علاش الغابات مهمين؟ لأن rainforests presently give a place to call home for 50% to 90% of organisms. الغابات مهمين لأن كيشكلوا مكان ديال العيش ديال حوالي من 50-90% ديال جميع الكائنات. It's 90% of all relatives the primates and 50 million creatures that can live in no place other than rich rainforest. و 90% من الثدييات اللي بحال البشر و 50 مليون مخلوق ما كيمكنش يعيشوا الا في الغابه. بالاضافه لهذا 25% of medicines come from the forest. 25% ديال الأدوية اللي عندنا كتجي من النباتات اللي كاينة في الغابة. عندنا واحد التمرين هنا، التمرين دي answer the following questions from the text. أجاوبوا لنا على هاد الأسئلة. Number one, why is deforestation such a pressing and urgent issue? لماذا اشتتت الغابة وموضوع الفوا مستعجل؟ It is a pressing and urgent issue because deforestation affects the lives of all creatures. يعني لأنها اشتتت الغابة ولا القضاء على الغابة يؤثر على جميع على الحياة ديال جميع المخلوقات من أصغر بكتيريا إلى الإنسان البشري. ونشير عندنا في الباراجراف أي. Number two, what makes cattle grazing a cause of deforestation? علاش ان الرعي كيؤدي الى اشتتات الغابه؟ Now it is a cause of deforestation because illegal cattle grazing destroys trees. يعني الرعي ديال الماشيه كيؤدي القضاء على الغابه لان ديك المواشي كتقضي على الاشجار اللي راه كاين عندنا في الباراجراف دي. Now what could deforestation generate? يعني اشنو هما النتائج ديال اشتتات الغابه؟ It generates many disasters يعني كتؤدي لكوارث متعدده. مثلا كاين عندنا desertification تصحر floods الفيضانات climatic change التغير المناخ soil erosion يعني الانجراف
استابليشن مشاها للقدر على المجتمعات والقبائل اللي كتعاني اللي كتعيش فيها. يعني لما كتسمع كتقول وكتنقى البعض من هادو كاين عندنا في الباراغراف good. Exercise B, in small groups suggest ways of saving forests in your area and in your country. يعني انتما كخدم على الزمن ديالك وعطينا بعض المسائل اللي يمكن بها تحمي الغابة في المنطقة ديالك ولا في البلاد ديالك. Then number one, what we should do against the forest. اش ما خصناش نديرو باش ما نقضيوش على الغابه؟ سيت فاد تريز، ما خصناش نشعلو العافيه في الاشجار في الغابه. كات داون تريز، نقطعو الاشجار. تراو رابيش، الرمي ديال النفايات. الليجل هانتين، يعني الصيد الغير قانوني. الليجل كاتل جريزين، يعني الرعي الجائر الغير قانوني. نمبر تو، اش خصنا نديرو؟ تريز الفورست بالشوط للحفاظ على الغابة يجب punish criminals أصلا نعاقبوا مجرمين illegal cattle grazing يعني نعاقبوا الناس اللي كيديروا الرعي الجائر illegal logging نعاقبوا الناس اللي كيديروا صناعة الخشب غير قانونية environmental education in schools and in mass media خاصكم عندنا تربية بيئية في المدارس وفي وسائل الإعلام حول القيمة ولا الأهمية ديال الغابات. ريبلانت تريز يعني خاصو إعادة تشجير الأشجار الغابات، إعادة غرس ولا تشجير الغابات اللي تم القضاء ديالها. مور انفايرمنتال بليس أند فورست غاردز خاصها تكون عندنا شرطة بيئية وحراس الغابات بعدد كافي لحماية الغابة. سستينبل ديفلوبمنت فور فيليجز أند فورست خاصها تكون عندنا تنمية مستدامة لتحسين الوضع المعيشي ديال القبائل ولا القرى اللي عايشه قريبه للغابات باش ما يبقاوش يدخلوا قطعوا الغابات.